قال الشيخ الرئيس: أيها الجزائر التاريخ القديم المسلم الصميم، كلمته من كلمة الله، وإرادته من إرادة الله، وقوته من قوة الله، أولست منذ شهر كونت مؤتمرا كما ينبغي أن يكون جلالا وروعة؟ فذلك مجل إرادتك ومظهر قوتك، وكونت هذا الوفد الكريم فحملته مطالبك فأضطلع بها وأدى الأمانة في 8 أيام، وهي لا تؤدى إلا في أضعاف ذلك من الأيام. وفد لعمر الله مثلك في قوتك وإرادتك وحياتك وكرمك، وفد متحد متعاون متساند، زار الوزارات والأحزاب وأرباب الصحف فعرفك إليها ورفع إليها صوتك. ولقد كدت تكون أيها الشعب مجهولا عندهم تمام الجهل، لكن بأعمالك العظيمة وبما قام به الوفد صرت معلوما لدى من يعرف الحق ويحترم الكريم وينصف المظلوم. أيها الشعب، إنك بعملك العظيم الشريف برهنت على أنك شعب متعشق للحرية وهائم بها، تلك الحرية التي ما فرقت قلوبنا منذ ركن نحن الحاملين للوائها، وسنعرف في المستقبل كيف نعمل لها وكيف نحيا ونموت لأجلها. إننا مددنا إلى الحكومة الفرنسية أيدينا وفتحنا قلوبنا، فإن مدت إلينا يداها وملأت بالحب قلوبنا فهو المراد، وإن ضيعت فرنسا فرصتها هذه فإننا نقبض أيادينا ونغلق قلوبنا فلا نفتحها إلى الأبد. أيها الشعب، لقد عملت وأنت في أول عملك، فأعمل ودم على العمل وحافظ على النظام، وأعلم أن عملك هذا على جلالته ما هو إلا خطوة وثبت وراء خطوات وثابات، وبعدها إما الحياة وإما الممات. الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس. ابن باديس واجه جبهتين: جبهة الداخلية، محاولة التأليف بين عناصر الأمة وجمع النخبة المتعلمة ودفع الجزائر نحو الوعي، ثم نجد أن ابن باديس في ذلك يرى بأن المبدأ الأول هو التحرر، ولهذا عبر في إحدى كلماته البليغة: لو طلبت مني فرنسا أن أقول لا إله إلا الله ما قلتها. ابن باديس من خلال العمل الداخلي، خلال قانون أنديجينا، من خلال المؤتمر الإسلامي، من خلال محاولة البحث عن مخرج وتحسين الأوضاع، كان استراتيجيا، فلم يسلم في المبادئ ولكن كان لينا، لأنه ينظر ليس عند قدميه وإنما إلى الأفق البعيد، إلى جزائر استقلال، الجزائر التي لم يعيشها ولم يعرفها في حياته لكنه كان يحلم بها.